اليوم كانت زيارة ديال ثلاثة ديال المراكز الصحية، واحد بن سليمان، واحد محمدية، وهنا في الرباط. هذاك اللي بن سليمان اللي موجود في العالم القروي كيشبه لهذا اللي موجود في الرباط، وكيشبه كذلك هذاك اللي كاين في محمدية، ما كاينش فرق. ان شاء الله الان توجدات 100 بحال هادو ديال المراكز يعني الصحيه، وغادي نمشيو ل 1400 في الشهور المقبله، وهذا مراكز ديال القرب ديال الصحه ديال المواطنين، باش تكون واحد لا كونسلتاسيون، باش يمكن واحد العدد المسائل اللي تعمل هنا واللي ما يمكنش تعمل هنا تهبط للمستشفيات، لا هي الاقليميه ولا الجهويه. وهذه المستشفيات الاقليميه ولا الجهويه حتى هي عندها برامج ديال اعاده الهيكله ديالها ان شاء الله في المستقبل، وكذلك المراكز الاستشفائيه يعني الجامعيه اللي الحمد لله كاين واحد العدد اللي غادي يتصلح وغادي يكون الترميم ديالو ويكون موجود. وكاين كذلك يعني ثلاثه ديال المراكز اللي غادي تخرج للوجود في السنوات المقبله. هذا برنامج ديال كيجي باش يواكب البرنامج الكبير ديال صاحب جلاله ديال تعميم الصحه، يعني التغطيه الصحيه والتعميم ديال لا بروتيكسيون سوسيال، لان خص الصحه تكون في المستوى باش تمشي تواكب يعني البرنامج الملكي الكبير. هذا مركز الصحي القروي من المستوى الاول ديال مولي الواد. هو هذا المركز متواجد بالجامعه القرويه مولي الواد اللي كتضم حوالي 10,000 نسمه، وتم إعادة التأهيل ديالو والتجهيز ديالو من طرف وزارة الصحة ولانيب داكوغ. الوغ هاد إعادة التأهيل وإعادة التجهيز دارت من أجل الرفع من المستوى ديال الخدمات الصحية اللي كتقدم للمواطنين. دونك كما غتشوفوا من بعد في بزاف في واحد مجموعة ديال الخلايا، والخلايا اللي كنقدموا اولا اساسا هي الفحوصات الطبيه، دونك سي اس بور لو مومون سي لا ميديسين جينيرال. اي ابخي كاين الفحوصات التكميليه، وهذيك الفحوصات التكميليه هي واحد مجموعه من الفحوصات اللي كانت من قبل كدار في المستشفيات، ومع هذه اعاده التاهيل تم حاول وزاره الصحه تقربها من المواطن، خصوصا في كل ما كيتعلق بالامراض المزمنه، خصوصا مثل الضغط الدموي وارتفاع السكري، مرض السكري، والتحليلات الاخرى اللي كيداروا التحليلات ديال الكوفيد، هذيك كانت اصلا من قبل، التحليلات ديال الالتهاب الكبدي من نوع سي، والتخطيط ديال القلب. اذا هذا الشيء كل شيء دارته وزاره الصحه والحكومه من اجل تقريب الصحة والخدمات الصحية للمواطنين، ومن أجل واحد المساواة لجميع المواطنين في الولوج للمراكز الصحية. ولا غتشوفوا من بعد هو كاين واحد اللي جديد في إعادة التأهيل، هو واحد النظام معلوماتي جديد اللي كيمكن المواطن من أنه في الاستقبال كيولج لواحد الرقم كيكون عنده، وهذاك الرقم دليل ديالو كيبقى عنده طول حياته، اللي كيمكنه فين ما كيمشي في المغرب في اي بنيه صحيه، كيمكنه من انه لهذاك الطبيب ولا هذاك الممرض ولا المسؤول يسب في انه يدخل هذاك الرقم باش كيعرف الصوابق والامراض اللي تعرض لهذاك السيد من اجل خدمه صحيه احسن. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.